مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى ماذا يعني اختفاء أعلام دول العالم علم بعد علم؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضمنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضمنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. شكرا جزيلا لكل مشاهد ومشاهدة بيهتموا انهم يتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com او عن طريق الفيسبوك صفحتنا او جروب حياتك في قصة، او عن طريق اليوتيوب تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة وتعملها شير على الفيسبوك. بنشجعك انك تنشر معنا كلمة الله. قصتنا النهاردة قصة جميلة جدا، قصة بعنوان اختفاء أعلام العالم. وسعيد جدا جدا أن هذه القصة مرسلة إلينا من مشاهدة، وزي ما ذكرت ببقى سعيد جدا لما ترسلوا لنا قصص أحباء المشاهدين. أختنا كارين أورها، أرجو أن أكون نطقت الاسم صح، كارين أورها أرسلت إلي هذه القصة. أقرأ لكم كتبت إيه. ازيك يا اخي زكريا، ربنا يبارك عملك ويبارك خدمتك، ربنا ما بينساش حد محتاج له ابدا، امين. انا بتابع كل حلقات برنامج حياتك في قصه، والحقيقه انا شفت حلقه رامي الشمالي وقصه حلمه. انت يا اخي زكريا قلت اللي عنده قصص يبعتها لي، وانا ببعت لك لاني حلمت اكتر من مره. الحلم الاولاني وده كان قبل شهور، حلمت اني قاعده مع ناس في مجموعات لابسين جلاليب بيضه ناصعه البياض وقاعدين على الارض، ما اعرفش فين، بس لقيت على يمين الكره الارضيه، وانه احنا قاعدين، اقصد انا والناس اللي معايا كنا فوق في السماء واحنا قاعدين، وكانه منتظرين حاجه تحصل. جم ثلاث اشخاص وهزوني، هزوا كتافي وقالوا لي هو مش راضي يستجيب لنا ابدا. وانا نايمه ولقيت الناس دي بتقول لي تعالي شوفي هو مش عايز يكلمنا، بنصلي ومش عايز يرد علينا ليه. وبعدين رحت معاهم ودخلت من باب كبير قوي، الباب اتفتح ولقيت على يساري صليب كبير قوي، والرب يسوع المسيح له كل المجد مرفوع عليه وراسه منحني، ونظر ليا وهو معلق على خشبة الصليب العالي. في لحظة بل في طرفة عين نزل من على الصليب، وجهه بقي مقابل وجهي وعينه مع في عينيا، وابتسم وحكى معايا بلغة أنا فهمتها، وقال لي في الحلم خبري كل الناس عني. ده كان الحلم الأول. وفي الرسالة الثانية هكتب لك الحلم التالي. الرسالة التانية كتب السلام الرب معك. أخويا زكريا معلش أنا أحكي لك الحلم التاني، وده كان قبل ثلاث أسابيع. كانت الحلم كوارث وخراب ودمار في الأرض، وأنا متضايقة جدا من الأحداث دي، لكن صوت في الحلم ناداني وقال لي تعالي شوفي. وبصيت ولقيت حالي فوق جبل عالي جدا جدا، من فوق الجبل لقيت وادي منخفض جدا، في وسط الوادي شخص جميل جدا هو شخص الرب يسوع، وحول الوادي في جبال عالية وفي جبال أخاديد زي الطرق الصغيرة، ومن الطرق دي بينزلوا ناس زي الأفواج ويتجمعوا في الوادي حول الشخص ده. وأنا نزلت مع الناس دي وقفت معاهم، وكأني كنت بصلي. رفعت عيني للسماء لقيتها ملبدة بالغيوم وحمراء اللون، وكل أعلام الدول اللي في العالم مرصوصة مع بعض. وبصيت أن كل علم من الأعلام ابتدى يختفي علم بعد علم، دولة بعد دولة، وأنا سامع صوت بيقول لي هل أوجاع قد ابتدأت فاسهروا وصلوا. معلش سامحني على الإطالة، الرب يباركك، صلي من أجلي ومن أجل زوجي. أختك في الرب كارين. مرة الأولى حلمت الرب متعلق على الصليب ونزل وقال لها خبري عني، والمرة الثانية حلمت أن الرب موجود في مكان في جبل
هي كان فوق جبل عالي ولقيت الناس بتنزل كلها أفواج أفواج، وقالت إنه الضربات ابتدأت وبدأت أعلام الدول تختفي. وقال قال لها في الحلم اسهروا، بيقول وهل أوجاع قد ابتدأت فاسهروا وصلوا. ده كان الحلمين بتوع أختنا كارين. سأستكمل مع قصة حلم اختفاء الأعلام بعد ما نستمتع بترنيمة جميلة من تأليف وتلحين وترنيم أخويا الغالي أيمن كفروني. ابقى معي إلى ما بعد الترنيم. نعم آمين، تعال يا يسوع. نعم آمين لتمسح الدموع. نعم آمين، تعال يا يسوع. نعم آمين لتمسح الدموع. السحاب آتيا ليخطف بيض الثياب، هو ذا يأتي فوق السحاب آتيا ليخطف بيض الثياب. كل من آمنوا لهم الحياة، لن يدانوا فيسوع ضامن النجاة. كل من آمنوا لهم الحياة، لن يدانوا فيسوع ضامن النجاة. وأما من تهاونوا سيأخذ العقاب. فاصحى إذا يا نائما، يسوع عند الباب. نعم آمين، تعال يا يسوع. نعم آمين لتمسح الدموع. نعم آمين، تعال يا يسوع. نعم آمين لتمسح الدموع. لا تحسبن أنه قد أبطأ المجيء، سيأتي دون علمك كما البرق يضيء. لا تحسبن أنه قد أبطأ المجيء، سيأتي دون علمك كما البرق يضيء. هو ذا الآن وقت خلاص، هو ذا الآن وقت خلاص. افتح له قلبك واهرب من القصاص. هو ذا الآن وقت خلاص، افتح له قلبك واهرب من القصاص. تقدم طارحا خطاياك عند الصليب، ولا تؤجل لحظة مجيئه قريب. نعم آمين، تعال يا يسوع. نعم آمين لتمسح الدموع. نعم أمين، تعالى يا يسوع. نعم أمين لتمسح الدموع. هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها ولحنها ورنمها لينا أخويا الحبيب أيمن كفروني في قصتنا النهاردة اللي بعنوان اختفاء أعلام العالم، اللي فيها أختنا الفاضلة كارين أورها اللي حلمت حلمين وأرسلتهم لينا. وقالت في الحلم الأول حسيت أني في ناس بيقولوا لي هو ليه مش راضي يقبلنا، فرحت لقيت المسيح متعلق على الصليب والجروح موجودة في ايديه، فصليت مع ليه ونزل من على الصليب وكان وشي في وجهي وغفر لي خطاياي وقال لي اذهبي اخبري عني. في الحلم التاني شفنا اني على جبل عالي وانه فيه دمار وضربات وحاجات صعبة جدا والسماء ملبدة بالغيوم، وشخص المسيح موجود في وادي وناس كتيرة جايين من الشعوب كلها وأعلام الدول موجودة. ثم اختفت الأعلام علم بعد علم. في الحلم الحلمين الجميلين عايز أتكلم كلمة لكل مشاهد ومشاهدة. الكلمة الأولى عن لقاء عند الصليب، والكلمة الثانية عن مجيء الرب القريب،
والكلمة الثالثة عن جماد ورعود ولهيب. في الكلمة الأولى لقاء عند الصليب، حلمين بيحكوا حاجة واحدة طبعا، أول إنقاذ لينا من الغضب سواء بعد الموت أو وإحنا على الأرض لما يجي المسيح ويخطف المؤمنين وتنزل على الأرض، دي الضربات الإنقاذ الوحيد والنجاة الوحيدة لنا حينما نأتي للمسيح المصلوب. قديما كان الرب يسوع متعلق على الصليب وفي لص على اليمين ولص على الشمال، والاثنين كانوا بيعيرانه، بس لما الرب يسوع قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لص منهم حس بذنبه وشعر ان المسيح مش مجرد انسان ولا حتى نبي لكنه ملك ورب، وقال العبارة الخالدة: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. المسيح متعلق على الصليب، قال له: الحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي عند الصليب. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اللص اللي ما تابش كان من الهالكين، أما عندنا نحن المخلصين اللص اللي تاب كان من المخلصين، فهي قوة الله. لقاء عند الصليب زي ما حكت أختنا كارين، دي بداية العلاقة مع الرب، بداية العلاقة اني عارف انت تيجي عند الصليب. يعني ايه؟ يعني الصليب معناته ان الله وضع المسيح خطايانا، هو الفادي. عندنا كان يقولوا بالروح بالدم نفديك يا فلان مثلا، طبعا المسيح ما قالش عبارات بالروح بالدم، لكن المسيح هو الفادي العظيم الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، خطاياي اتحطت عليه. الله وضع المسيح خطايانا، حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. علشان كده لما أنا بجيله بعترف أن أنا خاطئ، أما هو اتصلب ليه؟ وبعترف أن أنا استاهل الجحيم، أما هو اتشوى ليه على الصليب زي كل الذبائح؟ وبعترف أن أنا استاهل العار والعري، أما هم عروا ليه على الصليب؟ وبعترف أن أنا استاهل المر، أما هو شرب المر ليه؟ كل ده عند الصليب، لقاء عند الصليب زي ما حصل مع أختنا. هل أتيت في هذا اللقاء؟ أنا بدعوك الآن تيجي وانت بتشاهدني، تقف وتغمض عينك معايا، وتغمض عينك وتقف في مكانك وتقول يا رب أنا عايز أتقابل معاك يا اللي مت بدالي، أنا بسلمك حياتي، وصليبك ده اللي انت احتملته كان صليبي، أنا صليبي يرد عليك يقول لك صليبي كان بدالك وأبرد كان مكانك، أنا بدمي فديتك وبموتي قد أحييتك، تعالى 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 إلي الآن. لقاء عند الصليب ده كان الحلم الأولاني، ثم مجيء الرب القريب. حلمت في الحلم الثاني إن الرب نزل، ونزل في الوادي ده صورة لأن الرب هيخطف المؤمنين وياخدنا في السماء، وهتنزل على الأرض دي ويلات رهيبة جدا. أول حاجة سبع ختوم، وبعدين سبع أبواق، وبعدين سبع جامات، وبعدين الوقوف أمام العرش العظيم الأبيض. ده معنى الحلم الثاني أختنا كارين. في السبع جامات همر عليهم بسرعة، أول حاجة كان فرس أبيض وهو السلام الوهمي، وعلى فكرة لما تبص على الجامات السبعة الأولى تحس أنهم حصلوا في أيام سلام وهمي، حينما يقولون سلام وأمان يفاجئهم الهلاك بغتة، يتناسب مع كلام الرب في متى 24: يقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرون. اثنين، فرس الأحمر، فخرج فرس أحمر وأعطي الجالس عليه أن ينزع السلام من على الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. ده ماشي مع كلام المسيح تسمعونه بحروب وأخبار حروب. بعد ما يسمى ما سمي الربيع العربي تقريبا في منطقة الأحداث في الشرق الأوسط وفلسطين أغلب البلاد فيها حرب أهلية، للأسف الشديد أقول هذا، بس ده تهيئة للفرس الأحمر، سلام وهمي ثم حرب أهلية. يعني نصلي لأجل العراق، نصلي لأجل سوريا، نصلي لأجل لبنان، نصلي لأجل مصر، نصلي لأجل السودان، نصلي لأجل الصومال، نصلي لأجل فلسطين، نصلي لأجل ليبيا وتونس، بس يا أخي البلاد دي كلها فيها حروب، ناس ضد بعض وقتل، يعني ما فيش يوم في الجرايد بيأكلوا من قتل
مصريين لمصريين وسودانيين لسودانيين ولبنانيين مع لبنانيين وسوريين مع سوريين. كل مسرح الأحداث بيقول خلاص الرب يجي، فرس أبيض ثم فرس أحمر ثم فرس أسود بداية المجاعات. طبعا الحروب دي بتؤدي إلى الحالة الاقتصادية الرهيبة. يقول إيه؟ فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا قائلا ثمنية القمح بدينار وثلاث ثمان الشعير بدينار. وده الكلام اللي قاله الرب في متى 24 أيضا، تكون مجاعات. الفرس الأخضر رقم 4، أخضر يعني بيل، يعني واحد زي أنيميك كده. وده صورة أيضا للنتيجة بتاعة المجاعات والحروب، هيحصل قتل. بص يقول إيه؟ وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت. ودي اللي قال على الرب الأوبئة، فرس أبيض فرس أحمر فرس أسود فرس أخضر ثم قتل. فرس الخامس، الختم الخامس، الذين قتلوا من أجل شهادة كلمة الله. والسادس الزلزلة العظيمة، والناس من كتر الزلزلة أخفوا أنفسهم في مغاير الأرض وشقوق الأرض، وهم يقولون للجبال اسقطي علينا، اخفينا من وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل، لأنه قد جاء يوم غضبه ومن يستطيع الوقوف. على فكرة في الختم السادس مش هو يوم الدينونة، بس من كتر ما الضربة جامدة الناس تعتقدوا يوم الدينونة. لسه يوم الدينونة، ده يوم الدينونة لسه بعد الجامات. إلا الله. ثم الختم السابع هو بداية الأبواق السبع. بوق الأول برد ونار، بوق الثاني تلت البحر يبقى دم، الثالث المياه تبقى نفسنتين، الرابع ثلث الشمس والقمر والنجوم، الخامس هو الويل الأول، والسادس الويل الثاني، والثالث السابع الويل الثالث، ثم سبع جامات متضمنة السبع رعود. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كله ده هيتم مجرد ما الكنيسة والروح القدس تعلمون الذي يحجز، وده هيحصل في لحظة في طرفة عين يمكن النهاردة. هتقول لا يا شيخ ان شاء الله ما يحصلش. طبعا قال العبد الرديء في قلبه سيد يبطل قدومه، لكن المؤمن المستعد يقول امين تعالى ايها الرب يسوع زي ما قال ايمن كفروني. وبعد ده هيجي يوم اسود بعد الضربات اسمه الوقوف امام العرش العظيم الابيض. هتقول لي هو ابيض ولا اسود؟ هو يوم اسود بس العرش ابيض. يعني ابيض يعني منور. الخطايا اللي عملتها في الظلام قلت ما حدش شافني ابدا، ربنا شافك وهتدان عليها. هتبقى تقول لي اعمل ايه؟ ولا حاجه، ما الحل قلت لك من شويه، تعالى عند الصليب. تعالى في لقاء عند الصليب، مجيء المسيح القريب، جامات ورعود ولهيب. يسوع المسيح اتشوى على الصليب عشانك عشان ما تهلكش. علشان كده هاختم هذه الحلقه. طب هتقولي اه يعني ايه اعلام العالم اختفت؟ ما خلاص في النهايه ستحترق الارض والمصنوعات التي فيها زي ما شافت في الحلم. يعني الارض بدولها هتختفي وتتحرق اللي انت حاطط امالك فيها، لكن ابونا مكاري يونان ربنا يديله الصحه قال لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. اختفاء اعلام العالم لما تتحرق الارض والمصنوعات التي فيها. ثم رايت ارضا جديدا جديده وسماء جديده يسكن فيها البر. هل تاتي الى المسيح؟ تعالى قل له يا رب أنا زي ما أختي كارن التقت معاك عند الصليب، أنا بلتقي معاك، غسلني بدمك، اديني حياة جديدة علشان أعرف أقول مع الناس دي أمين تعالى أيها الرب يسوع. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. نعم آمين تعال يا يسوع، نعم آمين لتمسح الدموع.